عندي هنا راح نسوي خبز الكيتو، 100 جرام من طحين جوز الهند، معها ملعقتين كبيرة من طحين اللوز، ومعها ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وأخيرا عندي ملعقتين هاسك أو سيلينيوم هاسك، هو السيلينيوم لا يحتوي على جلوتين، تمام، وهو عبارة عن ألياف. السيلينيوم هذا اسمه كذا، حتى بالعربي اسمه سيلينيوم، وهو عبارة عن مجموعة ألياف جدا عالية. وأتوقع إذا أنتم متابعين لهذا البرنامج راح تعرفون مين يحب الألياف في جسمك. راح أقول لكم مميزة من مميزات السيلينيوم للي عندهم توعكات في المعدة وآلام وإلى آخرة، حاول أنك تدخله في نظامك حق التغذية، لكن لا تأكل يعني حطه مثلا مع عصير. خلنا نقول هنا عندي 400 ملي من الماي، راح أزوده شوي شوي لين يتشكل عندي العجينة. أتوقع راح أستخدمه كله بس شوي شوي نزيد. إذا جيت تبغى تستخدم السيلينيوم في نظامك، حاول أنك تدخله بطريقة تدريجية، يعني لا تروح تحط مع العصير ملعقة كبيرة على طول، ممكن يجيك عسر، مو عسر هضم، راح يجيك تلبكات في المعدة، هاي راح يصير فيك. فحاول أنك تضيفه شوي شوي لنظامك الغذائي، يعني أول مرة حط مع كوب العصير ربع ملعقة صغيرة، بعد أسبوع زيد إلى نص ملعقة، بعد أسبوعين، عرفت، تدريجيا لين توصل للملعقة الكبيرة. لا تبدأ بملعقة كبيرة منه لأنه ممكن يسبب لك آلام في المعدة، تمام. تظل تخلط هذه العجينة حقتك، راح تفك وتتماسك بسبب السيلينيوم لأنه كلها ألياف. ممتازة، ما استخدمت الأربعمية، استخدمت منها تقريبا حوالي 100 وشيء، مو أكثر، يعني يمكن عشان أكون بالضبط حاسبها معاكم، من 400 استخدمت 150 ملي بس، تمام. ممتاز، عندي هنا النار، راح أحط عليها شيء، أو شيء خلني أشيل هذا،